شرف النادي الاهلي، تبرع باموال للنادي الاهلي لدعم النادي الاهلي في اشكال عده. نعم. حجم هذه الاموال واشكالها؟ حجم هذه الأموال بحسب إيصالات قدمت أولا، والمستشار تركي الشيخ تقدم عبر محامي زميلي العزيز الدكتور محمد حمودة ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا أعتقد في شهر يونيو 2018. ده أول بلاغ، ده أول بلاغ من محامي بتوكيل. ثم لحق بهذا البلاغ بلاغات أخرى. أستاذ سمير صبري أرى تويتة عملها المستشار تركي الشيخ على أساسها أقدم بلاغ، آخرين أيضا تقدموا ببلاغ، رئيس نادي الزمالك تقدم بعد سنة تقريبا، يعني أعتقد بلاغ الدكتور حمودة في شهر 6 بلاغات 2018 بلاغات رئيس الزمالك في مارس 2019. وخلي بالك من التواريخ ديت عشان إيه، دي مرتبطة بالتفاصيل اللي أنا هقولها. 6 و 3 2019. طيب. نعم. حجم هذا التبرع خلينا نقول اشكاله، لانه نعم. برضو الناس بتتوه، لانه كل شويه واحنا يا جماعه معنيين بمش بس استجلاء الحقيقه، لا دي كمان شهاده للتاريخ، بمعنى انه كل شويه هتسمعوا رجع الساعات، رجع الفلوس، الفلوس 200 مليون، الفلوس 300 مليون، والحسابه بتحسب والمساله شغاله والناس تايهه. انت كواحد يملكون الاوراق الحقيقيه كنت شاهد قانوني على كل منعطفات هذه المساله، حضرت وترفعت، حصلت على قرارات وأحكام، عندك كل التفاصيل. نعم. شكل هذه التبرعات مشيت إزاي؟ شكل هذه التبرعات هي طبعا لها عدة أمور، بمعنى جزء منها كاش. تمام. جزء منها تسلمها مدير عام النادي. تمام. جزء آخر تم تحويله على حسابات النادي، جزء آخر تم تحويله على حساب مجلة النادي. كويس، ده الشكل والصورة اللي دخلت بها هذه التبرعات. أستاذ محمد، إذن الجزء الأولاني يتعلق بتبرعات أو مكافآت، خلينا نقول أدق، اسمها مكافأة الدوري للاعيبة الأهلي والجهاز الفني. نعم. القيمة، وهل دخلت ضمن تبرعات النادي وميزانية النادي ولا لا، ومشيت الأمور فيها إزاي؟ لا، هذا الرقم هو توجه به بشكل مباشر لغرفة اللعيبة والتقى بيهم وهنأهم وقال لهم أنا أمرت بصرف مكافأة ليكم، وهذا المبلغ كان مبلغ كاش تسلمه في حضوره. طبعا تسلمه المسؤول المالي عن الفريق، في مندوب من الإدارة المالية في الأهلي اسمه حسن منصور، ده موجود مع اللعيبة، يبقى همزة وصل بينهم وبين الإدارة المالية فيما يخص مستحقاتهم. هذا المسؤول المالي تسلم هذا المبلغ وبدأ يتعمل زي كشف للتوزيع، جزء منه هو أوصى بيه، بمعنى ان هو طلب تمييز بعض اللاعبين، وجزء آخر للعمال والموظفين، وكابتن سيد عبد الحفيظ كمدير للكورة عمل كشف للاعبين وتم توزيع هذا المبلغ. على فكرة المبالغ دي تم توزيعها بالدولار على اللاعبين، المبلغ بالدولار. بالدولار. يعني ما تمش تغيير العملة الأجنبية. لا لا لا، المبالغ دي المكافأة نهاية الدوري أو مكافأة الدوري تم توزيعها على اللاعبين بالدولار، أما فيما يخص بقى الجزء اللي تم تجنيبه لموظفين وعمال النادي ده تم تغييره بالبنك بذات سعر الصرف، تم تتبع هذا الأمر، لجنة خبراء وزارة العدل فحصت هذا الأمر بدقة وتأكدت من سلامة جميع الإجراءات المحاسبية والمالية في هذا الشأن. طيب، ما يهمنا هنا أن الفلوس اللي تم التبرع بيها لفريق الكرة أو تم تخصيصها مكافآت لفريق الكرة ما دخلتش الحسابات الرسمية للنادي. المبلغ الذي تم توجيهه كمكافأة لبطولة الدوري لفريق الكورة، أولا هو لا يعد قانونا من قبل التبرعات لأنه لم يدخل خزينة النادي. طب ليه ما دخلش خزينة النادي؟ لأني لو أنه أراد سيادته أنه هو يتم توجيهه لخزينة النادي كان ممكن يجي بتحويل، كان ممكن يقول أو يجي بإيداع زي وزي المبالغ السابقة، لكن هو إرادته اتجهت إنها مكافأة منه، وبالتالي هذا الرقم لا يعد من قبيل التبرعات ولا مسؤولية لإدارة النادي عليها، يعني هي مكافأة بشكل مباشر من اليد لليد. بالضبط بالضبط. يعني دي مسألة إدارة الأهلي بس بدأت تعمل تصور كل في مكانه، كورة والموظفين فيما يخص خريطة التوزيع، والكل استلم. عايز أقول لحضرتك حاجة تانية، الناس يعني ممكن الناس كتيرة ما تعرفهاش، لأن هذه اللجنة بذلت جهد فني على أعلى مستوى لدرجة أنها استدعت
ثلاثة من لاعبي الفريق الأول لسؤالهم عما إذا كان تسلموا هذه المكافأة من عدمه، لأن ذكر في بلاغ سيادة المستشار تركي آل الشيخ أن بعض اللاعبين قالوا أنهم ما خدوش مكافأتهم، تحديدا وليد أزارو، علي معلول، أحمد فتحي، واللجنة التقت بيهم وقالت لهم ده توقيعكم، لأن كل لعيب خد مستحقاته وقع دي توقيعاتكم، انتوا استلمتوا المكافأة دي، فدي من ضمن الأمور عشان بس أوريك مدى الدقة اللي اتسم بها عمل هذه اللجنة في الفحص والمتابعة. اللجنة في ضوء البلاغات اللي قلت لا ده تحت شملت مين بقى؟ اللجنة دي بتشتغل تحت إشراف نيابة الأموال العامة العليا. تمام، اشتغلت في التفتيش على النادي بناء على البلاغات اللي قدمت. نعم، فتحت أولا ملف المكافآت، كل التفاصيل تم فحصها، وقع تم فحصها بدقة، تم استدعاء لاعبين. طبعا ثلاث لاعبين من الأهلي تم استدعائهم، اللي هم ذكروا ان هم اللي انا ذكرتهم وقالوا لهم انتوا خدتوا مكافئاتكم ووقعتوا. فده بيوريك مدى الدقه اللي اتسم بها عمل اللجنه تحت اشراف نيابه الاموال العامه العليا. تحت اشراف نيابه الاموال وايصالات الاستلام، كل ده تم مواجهه اللاعبين بيه واقروا ان هم استلموا مستحقاتهم ودي توقيعاتهم. في رقم واضح لحجم المكافئات عامه؟ اعتقد كل لاعب من اللي شاركوا في كل المباريات تقريبا 37,000 دولار، او يعني كانت كذا فئه، والكابتن سيد عبد الحفيظ عمل لها ترتيبه كده حسب نسب المشاركه. في تمييز بعض اللاعبين حسب طلب في تمييز بعض اللاعبين، جزء منهم هو طلب تمييزهم واخرين اداره النادي طلبت تمييزهم، اللي هم تحديدا اثنين لعيبه ان هم بيوقعوا على بياض للاهلي. يعني منهم اذكر منهم كابتن المحترم وليد سليمان. كلاهما تم تمييزه وشريف اكرامي. وشريف اكرامي باعتبارهم كباتن الفريق. طيب اذا هذا يخص المكافئات، ما دخلتش ميزانيه النادي بشكل مباشر، كانت من المستشار تركي الشيخ للاعبين. فبالتالي الرقم ده يا استاذ ابراهيم ده خلاص خارج قصه التبرعات وليس التزاما عند الاهلي وما دخلش خزينه الاهلي. طيب. وتوجيه هذا المبلغ للصوره اللي تم توجيهه بيها هو بناء على طلب المانح.